بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. What are the structural expressions in Kotlin؟ The structural expressions اللي موجودة في Kotlin هما ثلاثة. Three important structural Expressions هما the break or return or the continue. The break expression helps to break the closest enclosing loop. بتساعدك في إنك ت break uh, the closest أقرب enclosing loop. الريتيرن الاكسبريشن ده بيساعدك انك تريتيرن ترجع حاجه فروم ذا كلوزست فانكشن او الديفولت فانكشن الكونتينيو اكسبريشن هيلبس تو بروسيد فور ذا نيكست لوب بيساعدك في انك تبروسيد مع اللوب اللي بعدها وتسكيب البوينت دي طيب Is there any chance to shift the code from Java to Kotlin? هل في أي فرصة إن أنا shift الكود من جافا لKotlin؟ Yes we can shift the code which is used in Java to Kotlin عن طريق using باستخدام ال JetBrains idea. What is meant by data uh, classes المفروض in Kotlin إيه هي الـ data class في الـ in Java وي ستور تو ستور داتا ايتمز في لغه الجافا واحنا بنكتب جافا عشان نخزن داتا ايتمز بنكريت كلاس ونسيت الفاريبلز بتاعته ونسيت السيترز والجيترز ونوفر رايد على الميثودز اللي هي الهاش والتو سترينج والكوبي فانكشنز في كل كلاس uh, هنستخدمه حلو في الكوتلين وي نيد تو جاست كي وورد في الكوتلين هت, هتزود بس كي وورد واحده بس هي كلمه داتا class قبل اسم الكلاس بتاعك and everything that remained is done automatically by default هو هيعمل لك الكلام ده بشكل automated بدون ما انت تحتاج تريبيت الكلام ده تعيد الكلام ده في كل كلاس what are the available modifiers ايه الموديفايرز المتاحه في الكوتلين موديفايرز افيلبل Uh, are the developers to personalize the declarations. There are four modifiers available في أربعة public و internal و private و protected. ال public ده by default كل ال declarations التعريفات are visible everywhere. يعني ظاهرة في كل مكان. طيب ال internal ال ده helps to use declaration anywhere in the module. يعني تقدر تستخدم الـ دي في أي مكان within أو جوه الموديول اللي إنت فيه. الprivate المودفير ده بيخلي الـ are contained only موجودة فقط جوه الـ which is restricted عليها قيود. الprotected these declarations are secured آمن and not available for uh, غير متاح للـ top level declarations. What type of programming does a Kotlin accept؟ ايه انواع البروجرامنج الكوتلين بتقبلها ال OOP ال Object Oriented Programming ال Procedural Programming وال Functional Programming How many types of string are available in Kotlin؟ أنواع ال string الموجودة في ال Kotlin A collection of characteristics together is known as a string There are two types of strings available in Kotlin A row string و escaped string what is mean by what is mean by uh, string interpolation يعني ايه string interpolation we can evaluate string templates in Kotlin string this template creation ال creation بتاع التمبلت ده معروف بال string interpolation يعني لو عندك uh, عايز تجمع string مع بعض حلو uh, من خلال يعني مثلا عندك متغير من نوع انتجر ومتغير من نوع سترينج وعايز تحط الكلام او الفاريبلز الفاليوز بتاعت القيم دي جوه سترينج انت هتكتبه هو ده السترينج انتربليشن وات وي يوز ان ريبليسمنت تو سويتش ستيتمنت ان كوتلين بنبدل السويتش ستيتمنت اللي كانت موجوده في الجافا في الكوتلين بايه؟ بوين ستيتمنت وي يوز وين ستيتمنت ان كوتلين ان بليس اوف سويتش ان جافا وين الكونديشن بتاعي كيس 1 اعمل uh, كذا وبعد كده اعمل بريك وبعد كده كيس 2 كذا اعمل بريك بعد كده الديفولت كود اكزكيوتد اف كذا المفروض دي ال السويتش uh, ستيتمنت ال وين ستيتمنت ال بنكتب الكونديشن على طول حلو وبنقول is كذا is كذا is كذا وحقق لي الكونديشن وما بنحتاجش ان احنا نعمل البريك ستيتمنت في الوين طيب از نيو a keyword وورد ان هل كلمه نيو دي تعتبر كي وورد في الكوتلن لا النيو از نوت ا كي وورد ان كوتلن وي كان انيشيت ا نيو كلاس اس فول بتعرف كلاس جديد من خلال بتنادي على الكونستراكتور البرايمري constructor على طول ما بتحتاجش تـ 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 تكتب الكي وورد اللي اسمها نيو زي الجافا حلو عشان تاخد object من class. what is mean by يعني ايه init block؟ uh, ال init is a login block and it is executed بيتم تنفيذ ال init block ده في ال primary constructor and initialized if you want to revoke it uh, revoke in the secondary constructor لو محتاج انك تعيد استدعائه في السيكندري كونستراكتور ذن ات ستارتس وركينج افتر هيبتدي شغله بعد البرايمري كونستراكتور ان ذا تشين فورم في السلسله طيب از انهريتنس كومبايل ان كوتلن فورمال انهريتنس ستراكشر دازنت كومبايل ان ذا كوتلن باي يوزنج ان اوبن موديفاير من خلال استخدامنا للاوبن موديفاير نقدر uh, نفاينلايز الكلاس What is the ranges operator؟ The ranges operator بتساعدك انك ت تلف على اللوب رينج من خلال رينج معين زي هنا 4i من واحد لحد 15 How to compare two strings in Kotlin؟ ازاي تقارن اتنين strings ببعض في ال Kotlin من استخدام equal equal او using the compare function What are the class members in Kotlin؟ إيه هما class members في ال Kotlin؟ initializer block ال properties ال open declarations ال nested classes the inner classes. List out some of the extension methods in uh, Kotlin. ال read text و ال buffer reader و ال read each line و ال read lines. A read text helps to read content in the file to a single string buffer read بتستخدم عشان to read تقرا contents بتاع الفايل محتوى الملف to buffer the reader read each line it reads each line by line سطر بسطر في الفايل read lines it helps to read lines of the file for listing how to handle ازاي بتتعامل مع النال اوبريتور باي يوزنج عن طريق استخدام الالفس اوبريتور ويكان هاندل نقدر نتعامل مع النالبل values بقول والله لو القيمه دي بنال اطبع لي كذا لو مش بنال اطبع لي كذا من خلال الالفس operator